هون بس. مش متخيلين التعب اللي انا فيه، انتوا مش متخيلين ان كل جسمي بقى بيوجعني، يعني على طول بقيت حاسه بالتلج في جسمي كله، يعني ظهري رجلي ما بقاش فيا، كأن ما بقاش فيا حته سليمه. هتساعد ان العصب عندي يقوى بشكل اسرع، لان انا العصب البصري عندي ضعيف، وده سبب اني ما اقدرش اسافر ولا اعمل اي حاجه. فروحت علشان اعمل جلسه الاكسجين. طبعا بص على الاشعه المقطعيه، قالوا لي ان ما ينفعش بسبب ان انا كان عندي كسر في الجمجمه، الكسر ده بدا يلحم بس في فقاعه هواء جوه. قالوا ان فقاعه الهواء دي مع الاكسجين المضغوط لا اما هتدخل على المخ لا اما هتكسر الجمجمه تاني. فصعب الفتره دي اعمل اي جلسه اكسجين، بس قالوا ممكن بعد 15 يوم ارجع اعمل الاشعه المقطعيه دي تاني، ولو الدنيا اتظبطت فقاعه الهواء دي طلعت فوقتها انا اقدر اعملها. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، لان انا من الصبح كده اخبار مش لطيفه خالص. وحقيقه انا كنت عندي تفاؤل بقى، وبص ما زلت عندي تفاؤل، بس كنت صاحيه من بدري كمان، اللي هو يلا ننزل عشان اخد الجلسه، يلا ننزل عشان اخد الجلسه، واتصدمت وطلبت اني ارجع اروح لدكتور سمير البحه الله يبارك له. مفيش اي وقت رحت عنده غير لما بيدخلني على طول، ومراعي ظروف حالتي جدا. دكتور سمير قال لي خلاص خلي برضو املك في ربنا، وان شاء الله 15 يوم وتبدأ الجلسات. وانا مش بقدر اكلمهم، لاني انا يا جماعة والله صوت الموبايل على ودني انا عندي الخرطوش كله في دماغي هنا، وحرفيا انا لازم خلال اليوم بس كهرب كهربا جامدة، وبيحصل لي انهيار ساعات مش بستحمل. فاما احط الموبايل على ودني ده بيعمل معايا كهربا، فبلاقي نفسي مش قادرة استحمل. فعلشان كده دايما تلاقوني لاما نايمة لاما تعبانة، لان ده غصب عني والله. اول ما ان شاء الله اروق شويه والخرطوش ده يبطل يكهربني وابطل ابقى مأذية كده، فوقتها اكيد هكلمكم كلكم واشكركم كلكم، وبشكر كل الناس اللي جولي في تعبي، كل الناس اللي بيسألوا عليا. يعني انا طلعت اتكلمت عنه ولا قلت حاجه؟ عمرك كان في يوم من الايام في ما بيني وما بينه عيش وملح ووقف جنبي في المستشفى، بس هي كل فكره ان الدنيا مشاغل، وهو لازم كنت اخليه يروح يشوف حياته وشغله. يا جماعه انا علاجي رحلته طويله، وما ينفعش اعطل حد جنبي في رحله علاجي، انتوا شايفين اني كده غلطانه؟ يعني طلعت واتكلمت، انا لو طلعت واتكلمت على عمري كلام واحد، وتعالوا قولوا لي انت اتكلمتي على عمري، انا قلت لكم عمري او ماشي عمري اخويا ما فيش اي حاجه، وعمري وقف جنبي في المستشفى، وكل المشكله انك لازم يعيش حياته الطبيعيه. يعني هيفضل مربوط، هفضل معلش هفضل قاعده جنبي لغايه امتى؟ هو مش لازم ينزل شغله ويعيش حياته، وانا لازم اخلي هدفي علاجي، لازم اخلي سعادتي انا اللي بتحكم فيها، انا اللي بقوي نفسي. لو انا هعتمد على اللي حواليا ان هم يقووني، يبقى انا كده هفضل طول عمري ضعيفه. انتوا شايفين اني بقول حاجه غلط؟ انتوا شايفيني بقول حاجه غلط؟ بتشوفي وبتكدبي او كده، اكيد زي لكم جدا ان اهو عندي عين يعتبر حصل لها ضمور، بقت جزء صغير شبه مش موجودة اصلا، وعيني التانية اقسم بالله انا ما بشوف. يا جماعة والله انا ما بشوف، كفاية جدا ان انا اعصاب رجلي بقى لها كام يوم مش شايلاني بسبب ان الخرطوش اللي في دماغي. يعني انتوا متخيلين؟ ممكن انزل لكم الاشعة بتاعتي، متخيلين انا عندي كام خرطوشة في دماغي؟ هيطلعوا ايه ولا ايه؟ ولو فتحوا دماغي هيفتحوا، هيبقى منظري عامل ازاي؟ وما ينفعش اي تدخل جراحي. انا الموضوع بالنسبه لي مش مجرد عيني، انا الموضوع بالنسبه لي صعب، الموضوع بالنسبه لي ان في ثانيه بلاقي نفسي بتكهرب، في ثانيه بلاقي نفسي اعصابي مش شايلاني.
اه دي هي دي. انتوا شايفين كمية الخراطيش اللي فوق اللي في مخها باينة ازاي يا جماعة؟ كل ده يا جماعة بيتحكم في أعصاب جسمي. انتوا متخيلين انها تقال لي ان ممكن في ثانية يحصل لك شلل بسبب ابشر حاجة، عليكي. يعني خرطوشة توصل لعصب معين ممكن يحصل لي شلل. متخيلين اني قاعدة على امل ان ممكن في ثانية ممكن يجرى لي حاجة؟ لا بعد الشر بعد الشر بعد الشر ان شاء الله مش هو هيحصل. اصلا انا عارفة محدش هيحس بالحاجة غيري، وعارفة ان انتوا كلكم متعاطفين معايا، بس حقيقي انا اللي في الموضوع، انا اللي تعبانة. بعد انا محدش هيتمنى لهم اللي جرالي، والمشكلة اني ما كنتش بعمل حاجة لحد، حد يطلع ويقول اني اذيت. وانا عمري يا جماعة والله ما كنت حتى باذي حد بكلمة، عمري ما طلعت غلطت في حد، ولا عمري شمت في حد، ولا عمري، ولا كنت بفكر ان دايرتي صغيرة. وبالرغم الحقيقة يعني الحمد لله.